سلام ضم قران في اللون، ان شاء الله تيدي كامل لاباس. اليوم في سعيده كويزين راح نديرو شوربه فريك. لهذا الشوربه نحتاجو حبه بصله، انا هنا درت خليط تاع بصل وفلفل حار طماطم وثوم. درت بصله كبيره وست سنينات ثوم، حبه طماطم وفلفله حاره، هادو رحيتهم كامل مع بعض. عندي كميه من اللحم، هنا اللحم الطرف اللي تحبيه، بغيتي هبره ولا هو، هذو هما اللي بنوا الشوربه، هاد الكرومه ولا ليكوت. عندي دبشه زوج ربطات، وحده حلوها في الاول وحده على الاخر، وعندي زوج ورقات رند، وعندي لي زيبيس ملح وفلفل الكحل، كزبر كزبر ديري كميه شوي اكبر من الاخرين، وفلفل الاحمر الحار، الزنجبيل وشويه فلفل احمر حار، هذا تقيس نحيه خاطر ديجا درنا فلفله حاره، اللي يحب الحار يخليه. ونحتاجو الفريك، اول حاجه نحكم الفريك، تغسليه وتشمخيه ولا ترنخيه في ماء سخون. هنا الفريك ديريه على حساب الكميه تاع الشوربه اللي حديريها. انا راح ندير 5 مغارف، 5 بهذا المقدار. ونغسلو بالماء السخون، كش ما فيه تراب ولا كش ما فيه وسخ يتنحى هكا. ومن بعد نحطو، نحطو في شويه ماء سخون ونخليه يتنخ ما بين ما نلوحو في الشوربه. ونخليه على جنب. هنا نبدا نطيب الشوربه تاعي، انا اللي حطيت البرمه تسخن او المرميطه تسخن، ندير فيها شوي زيت، وتقدري ديري سمن ولا زبده، انا ندير 3 مغارف زيت. ونلوح هذاك اللحم يتقلى، نبدا به هو الاول. كي تخلى اللحم تاعنا نزيدو على الخليط تاع البصل الثوم الطماطم والفلفل، نزيدو لي زيبيس تاعنا وشوي فلفل الكحل، ملح الملح على حسب الذوق. نزيد الرطة تاع الدبشة وورقة وحدة رند، نزيد نخليهم شوي زوج دقايق هكاك ونمرقو، كي تمرقي مرقي بالماء سخون. وكان الطماطم مصبرة مازال ما كتبتش عليها، هذه من بعد كي يطيب اللحم نص طياب نزيدوها، مغرف طماطم مصبرة ملعقة أكل، نلوحو الماء حتى يتغطى اللحم. وتقدري ديري هذه في لاكوكوت كيما ديريها في
مرميطه تاع الطين هذيك تعطيك جاري هايل. كي تبدا الشوربه تاعي تغلي نحسب 7 دقائق ونحي هذيك الربطه اللي درتها تاع الدبشه، نحيها ونقص الشوربه تاعي خلاص وخليها طيب في عقلها. كي طاب اللحم تاعي نص طياب دركا نلوح كميه تاع الطماطم، طماطم مصبره راح ندير المغرف. ونزيد هذيك الكميه تاع الفريك بعد ما رنختو، نقص له النار خلاص ونخليه يطيب في عقله خلاص. هنا الشوربه تاعي تقريبا طابت قريب الطيبطون. دركا نحط الربطه هذيك تاع الدبشه اللي قلت عليها في الاول، تحطيها دركا وتحطي فلفله حاره، اللي يحب الحار بزاف يقصها ويحطها، اللي ما يحبش يحطها برك هكا تطلق الريحه تاعها. نخليو هكاك تغلي 7 دقائق ولا 10 ونطفيو. دوك نحي الربطة هاديك تاع الدبشة لي لحتها اللخرة، على قطريها مليح. نلوح ورقة ثانية تاع الرند وزوج ورقات ولا تاع نعناع، على هكا ونطفي. فوالا هاي ليكم الشوربة تاعنا بعد اللي طابت، زينتها بالدبشه. وهنا الدبشه دائما تخيرين مليحه هذيك اللي فيها الريحه القويه، خاطر كاينه اللي تباع عند كيما عند الجزار ما فيهاش الريحه. وهذه الكميه تكفي لخمس خمسه من الناس، خمسه اشخاص. ان شاء الله تكون عجباتك الوصفه تاعي تاع اليوم او الشوربه تاعي تاع اليوم، وتاكليها بالصحه.